يمكن انت كان ليكي تجربه غريبه جدا مع الاستاذ اسماعيل ياسين. كل افلام ايه بقى الحكايه مع اسماعيل ياسين؟ يعني انا انا مفيش فيلم بيعمله افلام جمال الليثي تقدم اسماعيل ياسين وامال فريد. عايز اعرف ايه العلاقه بين اسماعيل ياسين وامال فريد؟ هو بيقول انا بستريح وانا بمثل معاه. اسماعيل ياسين الله يرحمه شوف يقدم افلام قد ايه، رائع، لكن لما مات كان فنان. كان مات وهو ظروفه الماليه صعبه قوي. مش هو السبب. امال مين السبب؟ مرض. كان جد في حياته ولا كان دمه خفيف؟ لا هو كويس قوي. يعني انطباع الناس عن اسماعيل ياسين ان هو دايما راجل دمه الحركات اللي بيعملها ببقه وما اعرفش ايه كان ايه في... لا كويس قوي. عملت معاه كام فيلم؟ كتير. عملت مع اسماعيل ياسين في جنينه الحيوانات، مظبوط، طيران، وفي الطيران امسك حرامي، وامسك حرامي كتير. بيقول ان هو كان في الواقع جد مش اكيد. طب كان ينصحك؟ كنتوا اصدقاء؟ عمره ما حد في السينما نصحني. طب ليه؟ لاني بيشوفوني بتصرف ازاي وعلى اساس تصرفي بيحكموا. صح صح، غلط غلط، ببقى عارفه بعمل ايه. في فيلم من الافلام اللي انت عملتيها ندمتي انك عملتيها، قلتي يا ريتني ما كنت عملتها؟ عمري ما عملتها. يعني عمرك ما قابلتي فيلم للانتشار مثلا؟ يعني في مثلا جيل طالع النهارده يقول لك انا الفتره دي اشتغل كتير بس المهم الناس تشوفني. أيه وبعدين كل افلامي جميله بدايه ونهايه. احنا الكلام ده من اجل امراه، امراه في الطريق، افلام جيده زي الحب، بنات اليوم، في حد فيه في افلام زيهم، في مورال، في مورال، في زيهم؟ لا.